يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقات أكيد خلال الفترة الحالية هي غاية في الأهمية لما يمر به الفريق الأول لكرة القدم من تحديات مهمة جدا جدا، وجمهور النادي الأهلي متابعها بشكل كبير. ده أمر مؤكد، بالتحديد التحدي الأفريقي طول الدوري أبطال أفريقيا، ومباريات مهمة جدا، وبالتحديد كمان مباراة الإياب أمام الترجي اللي عندنا عليها كلام مفصل كتير جدا. فبالتالي كل حلقاتنا على مدار الأسبوع الحالي هي حلقات غاية في الأهمية، وفيها تفاصيل كمان كتير جدا بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وده اللي هيكون مهم قوي بالنسبة لنا النهاردة. لكن أيضا عندنا تفاصيل تتعلق بالجانب المحلي وأيضا الجانب العالمي، وبعض الأخبار المهمة اللي هنعلق عليها بشكل كبير جدا. لكن الأهم برضو تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو بيتعلق أيضا بمباراة الإياب أمام الترجي. لكن قبل هذه المباراة، الرسالة اللي حابب توجهها للجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الإياب أمام الترجي يوم السبت القادم، هناخد تفاعلات حضراتكم من خلال التواصل معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. ومع نهاية الحلقة كالعادة هنشوف رسائلكم ونعرضها ونقولها كمان لكل لاعبي النادي الأهلي. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في سند الأهلي، الفريق يبدأ غدا الاستعداد للترجي. خمسة لاعبين من الأهلي في التشكيل المثالي لجولة الذهاب. أما في الترند العالمي، تقارير تؤكد اقتراب رونالدو من العودة للدوري الأسباني. طيب النهارده في بعض المباريات المهمه في مختلف البطولات، بالتحديد نبتدي باليورو لان خلاص هنبتدي بقى الاثاره بعد المرحله الحاليه، مرحله المجموعات اللي خلاص اخر جوله فيها بتتلعب. فنبتدي بمباريتين هيكونوا في تمام الساعه 6 مساء ما بين مقدونيا الشماليه وهولندا، واوكرانيا هتكون مع النمسا، مباراتين في نفس التوقيت لان طبعا دي مجموعه واحده. كمان الساعة 9 بالليل هيكون في مباراتين ما بين روسيا والدنمارك وفنلندا وبلجيكا. كوبا أمريكا في أيضا النهاردة ماتشين، ماتش الساعة 11 ما بين أوروغواي وتشيلي، ومباراة الساعة 2 صباحا ما بين الأرجنتين وباراغواي، مباريات أيضا غاية في الأهمية. ده فيما يتعلق بأهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف البطولات. هي اكيد مباريات مهمه ومباريات ممتعه، لكن بالنسبه لنا احنا كجمهور النادي الاهلي احنا منتظرين دايما مباريات النادي الاهلي، وبالتحديد مباراه الاياب اللي هي صعبه جدا ومهمه جدا، وهنتكلم عليها بس بعد الفاصل. استنى، اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الشغل الشاغل بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي هي مباراه الاياب امام الترجي. هي مباراه لازم ناكد على انها مباراه غايه في الاهميه، طبعا لان انت لسه ما حسمتش التاهل، انت بتلعب فريق كبير وتقيل. ركز في الكلام ده، انت دلوقتي كسبت الترجي هناك في تونس، عملت مباراه ما فيش احسن من كده، عملت ماتش كبير جدا جدا وكسبت 1-0، وكان ممكن تكسب اكتر من كده كمان، جونين ثلاثه على الاقل كمان كان سهل قوي ان انت تجيبهم يعني في المباراه دي. لكن هل ده يقلل من فريق الترجي؟ على الاطلاق، فريق الترجي من الفرق الكبيره جدا اللي قدرت كمان ان هي تفوز على الزمالك ذهابا وايابا، كسبوهم هنا في القاهره ولعبوا مباراه كبيره قوي لو نفتكر قدام نادي الزمالك. فاذا هم عندهم المقاومات اللي تساعدهم ان هم يكسبوا بره ارضهم، دي حاجه واضحه بشكل كبير جدا. فبالتالي مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا نبقى مركزين قوي في صعوبه هذه المباراه، ونكون متاكدين جدا من ان المباراه دي مش سهله، وان انت ما تاهلتش لحد دلوقتي، لان انت بتتاهل بمجموع المباراتين. مباراة أولى أنت عندك أفضلية، طبعا عندك أفضلية، في أفضلية بالنسبة للنادي الأهلي طبعا بعد النتيجة الممتازة هناك، لكن الأمور ما اتحسمتش. فمطلوب من اللعيبة، مطلوب من الجهاز الفني، وأنا واثق جدا إن هم بيفكروا بنفس التفكير ده، ومطلوب من كل جماهير النادي الأهلي يعني مترقبة جدا تأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، مش بس كده كمان بإذن الله تعالى الفوز باللقب، إن احنا نكون داعمين ومساندين للفرقة في مباراة هي صعبة جدا، مباراة صعبة جدا، لازم نكون فاهمين الجزئية دي بشكل كويس جدا. وانا عارف ان كل جماهير النادي الاهلي مدركة النقطة دي بالشكل المطلوب، لان هي ثقافة جماهير الاهلي كده اساسا،
ما بتفرحش بماتش، انت بتفرح ببطوله. هل احنا كسبنا بطوله؟ لا احنا ما كسبناش بطوله. الموسم ده الاهلي خد بطولات لسه ما خدناش غير السوبر، السوبر ده الافريقي يعتبر من بطولات الموسم اللي فات يعني. لكن انت الموسم ده عامل مباريات كبيره في مختلف البطولات لكن ما كسبتش ولا بطوله. احنا ما بنفرحش غير بالبطوله، ما بنفرحش غير لما نشوف الاهلي على منصات التتويج. عندنا امل كبير جدا ان احنا نوصل وان احنا باذن الله نفوز باللقب ده، لكن لغايه دلوقتي احنا ما حققناش حاجه. فان شاء الله كل التركيز من اللاعبين من الجهاز الفني في مباراه الاياب امام الترجي يوم السبت الجاي الساعه 9 بالليل على استاد الاهلي والسلام. ان شاء الله باذن الله نحسم الصعود باداء ونتيجه جيده، في كل الاحوال النتيجه هي الاهم، لكن لو اداء على غرار اللي شفناه من النادي الاهلي في مباراه الذهاب فنتمنى كده كمان، ويبقى الاهم انك توصل النهائي في كل الاحوال عشان ان شاء الله بعد ما تتخطى الترجي باذن الله تعالى تفكر بقى في ايه؟ هتقابل كايزر تشيفز ولا الوداد؟ بالمناسبه مباراه كايزر تشيفز والوداد برده ما اتحسمتش، لان كايزر تشيفز حققت نتيجه زي الاهلي كده بره ارضهم على الوداد، مباراه كانت صعبه جدا كسبوا 1-0 بس كان معاهم التوفيق بشكل كبير جدا. هل الوداد قادر على العوده في المباراه من خلال مباراه الاياب؟ طبعا قادر، لان برده عندهم فرقه تقيله وخبرات عظيمه جدا ومدرب بخبرات كبيره جدا. فاحنا مش بنفكر احنا هنقابل مين، او الاهلي مش بيفكر ان هو لو باذن الله تعالى لما يتاهل هيقابل مين، احنا المهم بالنسبه لنا ان احنا نوصل النهائي. بعد ما توصل النهائي ان شاء الله تبتدي تفكر بقى هتقابل مين وهتلعبه ازاي واستراتيجيتك هتكون ايه. فخلينا ناخد الامور واحده واحده، حبينا بس ان احنا ناكد على ان التاهل لم يحسم بعد ووجب الدعم والمسانده والتركيز مع الفريق خلال المرحله الحاليه حتى الوصول للهدف المرجو وهو التاهل للمباراه النهائيه بشكل مبدئي، وده امر مهم جدا. ده فيما يتعلق بمباراه الاهلي والترجي مباراه الاياب. خلينا نروح للاتحاد الافريقي لكره القدم واللي اعلن النهارده التشكيله المثاليه لجوله الذهاب من دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. في حراسه المرمى بروس بوفوما ده حارس كايزر تشيفز اللي عمل مباراه كبيره جدا امام الوداد. في خط الدفاع اكرم توفيق وبدر بنون من النادي الاهلي، والاثنين بصراحه يعني ما شاء الله عليهم عملوا مباراه يعني ما فيش احسن من كده. اريك ماسوهو ده لاعب كايزر تشيفز المدافع، والياس شتي الظهير الايسر للترجي التونسي. خط الوسط اليو ديانج نجمنا الكبير جدا هو حمدي فتحي اللي تالق بشكل ملفت، الاثنين بصراحه عملوا مباراه كبيره، والله مش هم بس يعني كل الفرقه عملت مباراه كبيره جدا في مباراه الذهاب من الترجي. وجابوا له بلوم ووليد الكارتي، بلوم ده طبعا لاعب كايزر تشيفز برضه، وليد الكارتي لاعب الوداد المغربي. وفي خط الهجوم محمد شريف صاحب هدف الفوز على الترجي، وسمير نوركوفيتش طبعا لاعب كايزر تشيفز اللي صاحب هدف الفوز ايضا على الوداد. فبالتالي يعني عندنا 5 لعيبه من الاهلي موجوده او موجودين في التشكيله المثاليه، وده امر جيد جدا ويستحقوا ان هم يكونوا موجودين، واحنا بصراحه الفرقه كلها تستحق ان هي تكون موجوده في التشكيله المثاليه لذهاب دور نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب الاتحاد الافريقي ايضا كمان اعلن عن ايه؟ اعلن عن المواعيد النهائيه لبدايه البطولات الافريقيه الجديده سواء بطوله دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. هم حددوا خلاص المواعيد بشكل نهائي، وهتكون البدايه يوم 30 او لا هيكون بالتحديد ارسال القايمه او الفرق النهائيه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه يكون يوم 30 يونيو الجاري. ده يوم 30 يونيو الجاري انت تبعت الفرق اللي هتشارك بالقوائم بتاعه الانديه اللي هتكون موجوده في البطولات الافريقيه. طب هنا الازمه بقى او هنا المشكله، مش عايز اقول ازمه لان الاتحاد الافريقي نفسه قال وخاطب الاتحاد المصري قال لهم يا جماعه لو انتوا عندكم اي مشكله في المواعيد دي قولوا لنا عشان نشوف حل للقصه ونشوف هنعمل ايه خلال المرحله الجايه. واحنا عارفين ان الدوري المصري هينتهي مفروض يعني في نهايه شهر اغسطس، فهيكون عدى شهر على المواعيد اللي اعلنها او اللي حددها الاتحاد الافريقي لكره القدم. هيبقى الحل ايه في الموضوع ده؟ هنترقب ونشوف الامور هتمشي ازاي بخصوص التنسيق ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي لكره القدم. في نفس الوقت انت برضو الانديه ما اتحسمتش مين اللي هيتاهل الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا، احنا شايفين المنافسه السنه دي في الدوري في الحقيقه صعبه.
فبالتالي برضه هم اعلنوا ان القرعه هتكون في اغسطس المقبل، وقالوا كمان مواعيد مباريات الدور الاول والثاني ودور المؤهل لمجموعات الكونفدراليه وكمان دور المجموعات. لو معانا الجداول يا جماعه يا ريت نعرضها للناس يشوفوا. الدور الاول اللي هو الدور التمهيدي، الذهاب هيكون احد ايام 10 11 12 سبتمبر، والعوده هيكون 17 او 18 او 19 سبتمبر. الدور الثاني اللي هو دور ال 32 هيكون الذهاب امتى؟ يوم 15 16 او 17 اكتوبر، والاياب هيكون يوم 22 او 23 او 24 اكتوبر فيما يتعلق بمجموعات الكونفدراليه. الدور اللي هيأهل او اللي هيؤهل للمجموعات هيكون الذهاب يوم 26 27 28 نوفمبر احد هذه الايام، والعوده هيكون يوم 3 او 4 او 5 ديسمبر. فيما يتعلق بدور المجموعات بقى في دوري الابطال، فبالتالي الجوله الاولى هتكون احد ايام 11 12 13 فبراير 2022 باذن الله تعالى. الجوله الثانيه هتكون احد ايام 18 19 20 فبراير. الجولة الثالثة هتكون أحد أيام 25 26 27 فبراير. الجولة الرابعة هتكون 11 أو 12 أو 13 مارس، والجولة الخامسة هتكون 18 19 أو 20 مارس. الجولة السادسة هتكون الأسبوع الأول من إبريل، ودور الثمانية هيكون الأسبوع الأخير من إبريل، نص النهائي هيكون في شهر مايو، والنهائي بإذن الله تعالى يكون في شهر يونيو 2022 بإذن الله. الاهلي يكون فاز باللقب السنه دي ويكون وصل كمان للنهائي في البطوله الجديده، وده اللي احنا بنتمناه بكل تاكيد. خلينا بس مركزين على بطوله السنه دي، ان شاء الله عندنا امال كبيره جدا فيها. طيب عندي تعقيب على بعض الجزئيات، يعني اللي كانت حديث السوشيال ميديا على مدار ال 24 ساعه اللي فاتوا. امبارح كان علي سعيد الكعبي على حسابه على تويتر كتب ان يعني قال تويتر كده، قال ان المالي اليو ديانج مثال للاستثمار الرابح زي ما حضراتكم شايفين كده في تعاقدات اللاعبين. اشترى الاهلي المصري من مولوديه الجزائر مقابل 2 مليون دولار، واليوم تتهافت عليه الانديه وسعره تخطى ال 10 مليون يورو. بعين خبيره بامكانك ان تجمع بين المال والبطولات، هذه صفقه تدرس. لكن امير توفيق رد عليه وقال ايه، وانا عاجبني قوي ان يبقى في توضيح كده في الجزئيات المهمه دي. فقال له احنا جايبينه بمليون ومئة ألف دولار يا أستاذ علي، يعني بصراحة مبلغ يعتبر كويس جدا نظرا لإمكانيات اليو ديانج. وأنا هقول لحضراتكم معلومة ممكن ناس كتير جدا ما تكونش عارفاها. اليو ديانج جاله عرض احتراف في أحد الفرق الألمانية في الدوري الألماني قبل كأس العالم للأندية تحديدا، بمقابل إيه؟ بمقابل 8 مليون يورو. 8 مليون يورو جه عرض لأليو ديانج، لكن الأهلي مش بينظر إطلاقا للمكاسب المادية أو للأمور اللي زي دي. الأهلي همه إسعاد جماهيره، همه إن هو يفوز بالبطولات، ده الهدف الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي. مش أنا بس مجرد إن أنا جبت لعيب كويس بسعر كويس وأقدر أبيع وأكسب فيه قد كده، حاجة كويسة وحاجة حلوة جدا إن أنت تقدر تستثمر في اللعيبة وإن أنت تقدر تجيب أرباح مادية ممتازة، لكن في نفس الوقت انت عندك اهداف لازم تحققها الاول وبعد كده تنظر للاستثمار والمقابل المادي اللي ممكن يجي لك. الاهلي رفض العرض وتمسك بلاعب مهم جدا زي اليو ديانج، ونجح باليو ديانج وبزملائه كلهم ان هم يفوزوا ببعض البطولات او بكل الالقاب تقريبا بشكل مميز. طيب سريعا كمان خليني اقول لكم لقطه مميزه انتشرت كمان امبارح على السوشيال ميديا. يوسف حسن لاعب منتخبنا للشباب ولاعب المقاولين العرب مواليد 2003 احتفل بهدفه في شباك النيجر بافتتاح كأس العرب زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة مع والدته في المدرجات، ودي حاجة بصراحة حلوة قوي. اللاعب ده أكيد يعني والدته كانت معاه ولفت وراه قد كده لغاية ما بقى موجود في منتخب مصر، فهو بيرد لها الجميل اللي هي عملته معاه. راح بعد ما الماتش خلص بالتحديد يعني راح حياها وسلم عليها واهداها الهدف اللي هو جابه في المباراه، ودي لفته انسانيه اكثر من رائعه، لان احنا عارفين اولياء الامور قد ايه بيتعبوا مع اولادهم عشان يطلعوا لعيبه كوره. فبصراحه يعني حبينا نشيد جدا باللقطه المميزه دي. طيب اللقطه الثانيه في دوري الدرجه الثالثه كانت زي ما حضراتكم شايفين كده. يا ريت يا جماعه تقولوا لي الفرقه مين وكده عشان انت
بايونيرز مع مين؟ عمال المنصوره في دوري الدرجه الثالثه. ده مدرب بتاع بايونيرز، هو كان موقوف تقريبا. هي صوره مضحكه جدا، فجابوا اللودرز ده وطلعوه على يعني طلع عليه عشان يقدر يتابع المباراه ويتفرج ويشوف الاحداث. فبصراحه اللقطه مش حلوه يعني، حتى لو دوري درجه ثالثه، انت دي صوره بتنتشر على مستوى العالم، فبتدي او بتعكس شكل غير حضاري او شكل غير جيد عن الكره المصريه بشكل عام. يا ريت ان احنا ناخد بالنا من مثل هذه الامور. هي لقطه طريفه ومضحكه، لكن في نفس الوقت تزعل جدا جدا على حاجه ما كناش نتمنى ان احنا نشوفها في الملاعب المصريه، حتى لو دوري الدرجه الثالثه. طيب حاضر، هنروح لفاصل بسرعه وبعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. طيب اهلا بحضراتكم من جديد. في اطار الحديث عن مباراه الاياب ما بين الاهلي والترجي، خليني اخد عبر سكايب مداخله غايه في الاهميه مع الاعلامي التونسي الكبير بديع بن جمعه، عشان نتكلم معاه عن سواء مباراه يعني الذهاب او مباراه الاياب. يا استاذ بديع، اهلا بيك، منورنا ومشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي. شرف كله ليا كابتن امير، مساء الخير، مساء النور، تحياتي ليك ولكل الاهلاويه وكل المصريين بطبيعه الحال. اهلا بيك ومنورنا بكل تاكيد. عايز اتكلم معاك في اكتر من جزئيه، بالتحديد بخصوص مباراه الاهلي والترجي او مباراتي الاهلي والترجي تحديدا. فخلينا نبتدي بمباراه الذهاب، كيف رايت هذه المباراه وكيف رايت نتيجتها من وجهه نظرك؟ هو دعنا نتفق بداية أنه للأسف القمة لم تفي بوعودها فنيا، هذا على الأقل بالنظر لما حدث قبل بداية المباراة، تأخير موعد انطلاقها بسبب ما حدث في مدرجات ملعب رادس أو حتى خارج ملعب رادس، مما جعل المباراة تتأخر ساعة، وهذا أثر كثيرا على مردود سواء كان لاعب الترجي أو لاعب الأهلي. واضح جدا أنه اللاعبين كانوا متأثرين جدا بتأخير المباراة بساعة، وهو ما أثر على الفرجة وعلى القمة الكلاسيكية للكرة الإفريقية. كنا ننتظر مباراة أفضل على الأقل من الترجي. الأهلي في الأخير حقق المهم بالنسبة لي، وهو تسجيل هدف في رادس والعودة للانتصار في رادس، ملعب ينتصر فيه كثيرا في السنوات الأخيرة منذ 2012 تقريبا. الترجي تمكن في مناسبة واحدة من الفوز على الأهلي في ريمونتادا التاريخية، لكن باستثناء ذلك الترجي كان دائما يجد صعوبات عدة أمام الأهلي. ولو أنه قبل المباراة كنت أتوقع أنه الأهلي لن يكون في أحسن فورمة، لكنه سيعرف كيف يلعب في رادس، لأنه متعود فريق الأهلي وأنه يلعب جيدا في رادس أو سيئا، فأنه في الأخير يخرج بنتيجة إيجابية باستثناء فاينل 2018. يعني الصعوبات كبيرة للترجي في خط الهجوم خاصة، جعلت الفريق يعجز عن هز شباك الشناوي الذي كان قائد حقيقي لفريق الأهلي في هذه المباراة. طبعا. طيب بالتالي عايز اتكلم على استعدادات الترجي لمباراه الاياب، وكيف ترى فرص الفريقين في التاهل للمباراه النهائيه بالتحديد بعد نتيجه المباراه الاولى. هو ما فيش شك انه الاسبقيه اصبحت للاهلي، لانه تصير مغالطه كبيره يا اما للجماهير الاهلاويه والجماهير الترجيه لو نقول انه الحظوظ لسه 50-50. لكن في كره القدم انت عارف امير انه لا تقبل يعني التخمينات المبكرة، خصوصا في مثل هذه الكلاسيكيات بين الأهلي والترجي. المأمورية صعبة جدا أصبحت على الترجي. معنويا الأهلي كسب نقاط كثيرة من فوزه في رادس. الآن كيفية التحضير النفسي هي اللي باش تلعب دور كبير من جانب الترجي الرياضي التونسي. لا أعرف كيف سيتعامل معين شعباني مع الأيام المتبقية لتجهيز لاعبيه على المستوى النفسي، لأنه أعلم جيدا أنه الهدف الأساسي للترجي في مباراة الذهاب لم يكن الفوز فحسب، لكن الأهم من الفوز كان على الترجي أن لا يقبل أهداف في رادس، وهو ما لم يحدث. بالتالي سيصعب الكثير من الأمور على الترجي، لكن لا أستغرب أن حدث ريمونتادا جديدة يعني للترجي. سيكون الأمر صعب جدا خصوصا في القاهرة ومع حضور جماهيري، بما أنه علمت أنه 10,000 متفرج أهلاوي سيكون حاضر لسه مش بشكل رسمي لحد دلوقتي يعني. سمعت أنه الاتحاد الأفريقي أعطى الموافقة في انتظار الاتحاد الأفريقي، لكن السلطات المصرية لسه ما ادتش موافقة نهائية بحضور الجماهير. تفضل. لكن لا أعتقد أن السلطات المصرية ستمنع فريق الأهلي من مناصريه في مباراة مثل هذه. ستكون مباراة مهمة وحاسمة للوصول للنهائي، خصوصا أنه الأهلي يبحث عن التتويج العاشر في هذه المسابقة. لكن لا أعتقد أن المأمورية ستكون سهلة، وأعتقد أن الماتش العودة سيكون أصعب من مباراة الذهاب، لأن الترجي ليس لديه ما يخسر في هذه المباراة. يعني سيلعب الكل مباراة أخيرة في الموسم،
اما الفوز والتاهل للنهائي او الخروج من دور نصف النهائي. وسيكون لو حدث الخروج امام فريق كبير مثل الاهلي لن يمثل كارثه وطامه كبرى للترجيين، لكن اعتقد وانه المباراه بنسبه 60% الاهلي اصبح اقرب للنهائي، لكن 40% للترجي. ليس تفاؤلا وانما ايمانا مني بان لاعبي الترجي سيقومون برد فعل على الاقل من اجل ارضاء جماهيرهم، على الاقل لا على مستوى النتيجه، على الاقل على مستوى الاداء، ان نشاهد ترجي افضل من ذلك الذي شاهدناه في ملعب رادس. بمناسبه جماهير الترجي، وانا عايز اسال على الشارع الرياضي التونسي وبالتحديد جماهير الترجي اللي هي اغلبيه الشعب التونسي بيشجع تقريبا الترجي، كيف استقبلوا الهزيمه والاخفاق في المباراه الأولى؟ وهل الانتقاد تم توجيهه للجهاز الفني أم اللاعبين أم لأمور أخرى ممكن تكون بتتعلق بالمباراة؟ صحيح الجماهير الترجية يعني طبيعي جدا أن تكون غير راضية عن أداء فريقها، عن نتيجة الخسارة أمام الأهلي في رادس، لكنها تعلم جيدا مدى قوة الأهلي، مدى عراقة الأهلي، مدى يعني تعود لاعبي الأهلي على مثل هذه المنافسات. يعني الأهلي حتى عندما يكون في أسوأ حالاته يعني يعرف كيف يخرج من مثل هذه المباريات الكبرى. الترجيين صحيح كانوا ساخطين بدرجه كبيره على اللاعبين في مرحله اولى، على المدرب، يعني في شق كان غير راضي على اللاعبين لانه في اعتقادهم ان اللاعبين لم يقدموا المردود المطلوب منهم. ثم هناك من انتقد المدرب معين الشعباني على مستوى الاختيارات، لانه في بعض اللاعبين الذين لم يكونوا في الفورما مثل اللاعب الليبي حمدو الهوني، او يعني باستثناء بدران او محمد علي بن رمضان، فانه كان في سخط كبير على بقيه اللاعبين. يعني ثنائي بدران بن رمضان هو اللاعب، هما اللاعبان الوحيدان اللذان ربما لقيا استحسان من جانب جماهير الترجي. لكن من يعرف جيدا جماهير الترجي يعرف انه هذه الجماهير تقف مع فريقها في الخساره قبل الفوز، لانه فريق الترجي في مناسبات عديده قام باسعاد هذه الجماهير، والجماهير تعلم جيدا انه هذه معركة، الحرب لم تنتهي بعد، لأنه في مباراة عودة بين ظفرين إذا أحببنا أن نصف هذه المواجهة الثنائية بين الأهلي والترجي. هناك راوند 1 الآن فاز بها الأهلي، في راوند 2 في القاهرة أعتقد أن جماهير الترجي ستساند فريقها حتى دقيقة 96 أو 97 في مباراة العودة، علها تعود في المباراة ولما لا تحقق المعجزة، وبذلك يحقق ربما الترجي أول مرة التأهل من القاهرة بالذات أمام الأهلي، لأنه تعودنا في السنوات السابقة أنه الترجي يلعب في مصر ثم يلعب العودة في تونس، وهو عادة يعني ما يجد فيها صعوبات كبرى. هذه المرة يجد نفسه في وضعية مغايرة، رغم أنه التقدم كان للأهلي في مباراة الذهاب، لكن لا يجب أن ننفي حظوظ الترجي التي ستبقى قائمة، وأعتقد أن ردة فعل ستكون قوية على الأقل من جانب الأداء، سيكون أفضل بكثير مما شاهدناه في ملعب رادس. طيب، بحكم متابعتك المكثفة لفريق الترجي ومتابعتك لأفكار معين الشعباني مدير الفني لفريق الترجي، هل تتوقع الاستراتيجية اللي ممكن يلعب بيها مباراة الإياب؟ يعني هل مثلا ممكن، هو أكيد محتاج يكسب أو محتاج يجيب على أقل تقدير هدف عشان يتعادل مع النادي الأهلي، هل هيقسم المباراة لمراحل ولا هيكون نازل من أول المباراة باستراتيجية الهجوم ومحاولة إحراز الهدف الأول لا قدر الله يعني بالنسبة للترجي؟ هو هذا ما يريده الأهلي أعتقد في مباراة العودة، هو أن يبدأ الترجي مهاجما منذ البداية حتى تسنح الفرصه للاهلاويه لتسجيل هدف يطمئنهم نهائيا. اعتقد انه المدرب سيكون اكثر واقعيه وهو ما عاهدناه به في المباريات الماضيه، لكن اتوقع انه قد يغير قليلا في الرسم التكتيكي للترجي، قد نشاهد مهاجم ثاني، لانه في هذا الموسم تقريبا نفس الطريقه التي يعتمد عليها معين الشعباني في كل المباريات، لكن هذه المره سيجد نفسه في وضعيه مغايره، هي المباراه الاخيره في الموسم، قد تكون الاخيره له على راس الترجي، لانه في حاله الخساره والخروج من الاهلي الكل يتوقع انه معين سواء كان باستقاله او باقاله سيغادر الترجي. على كل اتمنى ان تتواصل مغامره معين الشعباني ومجدي تراوي، ثنائي شاب، ثنائي احرز دوري ابطال افريقيا في مناسبتين، نذكر مره امام الاهلي ومره امام الوداد، يعني قام بشغل كبير، حرام ان يذهب كل ذلك يعني بسبب مباراة أو اثنين، ولو أنه في مؤاخذات كثيرة على الترجي خاصة في الشق الهجومي، وربما هنا المدرب لا يتحمل كل مسؤولية، لأنه الكواليتي للاعبين الموجودة في الترجي لم يعد هناك
لاعبين من امثال يوسف البليلي، طه ياسين الخنيسي غايب مثل ما تعرفون بسبب العقوبه الصادره من الكاف. يعني على المستوى الهجومي افتقار الترجي لمهاجم شبيه بمايكل ايرامو من سنوات ماضيه، او يانيك نيانغ. خالد عبد الباسط للاسف لم يعوض يعني هذا الثنائي في هذا الموسم، وكان بعيد كل البعد عما قدمه هذا الثنائي في السنوات الماضيه في الترجي. اذا المشكل الهجومي هو المشكل الاساسي للترجي الذي عليه ان يفك شفرته، لانه هذا الموسم اذا ما عدنا للارقام الترجي حتى في الدوري التونسي نادرا ما فاز بنتيجه اكثر من 1-0، حتى المنافسين المباشرين يعني ضد النجم ايابا فشل في التسجيل، ضد النجم في كاس تونس فشل في التسجيل، ايضا ضد الافريقي، ضد الصفاقسي، ضد بن قردان سجل هدف وحيد. يعني في صعوبه تجمع على المستوى الهجومي، اتمنى لكن أكيد ان يجد حل طبعا هذا المدرب معين الشعباني. اكيد طبعا معين الشعباني عنده خبرات كبيره جدا، وهيحاول بكل ما استطاع من قوه وتكتيك وافكار ان هو يحاول يلعب المباراه دي بالشكل اللي بيرغب فيه. في كل الاحوال نتمنى ان احنا نشوف مباراه كبيره. يا بديع انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ بديع بن جمعه. العلاقه التي تجمع أكيد الاهلي والترجي وتونس. أكيد أستاذ بديع أنا بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا عبر سكايب الإعلامي الكبير التونسي بديع بن جمعة. هروح لفاصل سريع جدا وبعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. خلينا بشكل سريع ناخد كل الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا، ونبتدي بالحساب الرسمي سوفر سكور على فيسبوك، واللي بيتكلموا على احصائيات لنجم النادي الاهلي حمدي فتحي ضد الترجي. الراجل عمل 67 تمريره دقيقه، يعني بنسبه 95.7%، دي نسبه النجاح. 2 فرص مصنوعه، 3 كرات من 4 طوليه دقيقه، كمان تسديدتين على المرمى، 3 تشتيتات للكره، شتت الكره 3 مرات، اعتراض 1 للتسديد، 2 افتكاكات للكره، 1 تدخل على الكره. 7.7 تقييم سوفر سكور الاعلى في اللقاء. في الحقيقه حمدي فتحي عمل مباراه كبيره جدا. خلينا كمان لسه مع سوفا سكون نروح لنجم تاني من نجوم النادي الاهلي، واحد من مستوياتهم دايما بتبقى ثابته على مدار السنين الاخيره، مش الموسم ده ولا اللي قبليه حتى. بس عمرو السوليه ضد الترجي عمل ايه؟ عمل 52 تمريره دقيقه، يعني بنسبه 89.7%، دي نسبه النجاح. 6 من 8 كرات طوليه دقيقه قدر ان هو يعملهم، 1 مراوغات ناجحه، 1 تشتيت للكرة، افتكاكات للكرة كانت 4 مرات، 5 تدخلات على الكرة، 7 فوز بالالتحامات من أصل 8، وده معدل حلو قوي ما شاء الله، و7.7 تقييم سوفر سكور الأعلى تقييما كمان لعمر السولية. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي واللي بتتكلم على عودة 4 لاعبين قبل مواجهة الترجي واستمرار غياب بيكهام. وهم هنا بيتكلموا على مين الاربع لعيبه، منهم 2 لعبوا الماتش اللي فات، فانا غريبه بالنسبه لي. يعني هو بيتكلم على ان عوده اكرم توفيق وبدر بانون هم ما جابوش اصلا. هم تعرضوا لبعض الاصابات والكدمات، لكن هم متاحين للاهلي في مباراه الاياب باذن الله تعالى. لكن اللي بيعود فعلا مين؟ بيعود كل من محمد هاني ومحمود متولي، نتمنى لهم كل التوفيق الفرقه كلها باذن الله. واي لعيب بيرجع فده بيبقى حاجه ايجابيه للمدير الفني اللي بيكون عنده اريحيه اكبر في اختيار التشكيل الانسب لاي مباراه. خلينا كمان نروح للمصري الرياضي وحسابهم على تويتر، وبيقولوا تاريخ مواجهات الاهلي مع الترجي الفريق الاكثر تعرضا للخساره من الاحمر في دوري ابطال افريقيا. 21 مباراه، 2 في الكونفدراليه و19 في دوري ابطال افريقيا. انتصارات للاهلي 9، التعادل 8، انتصارات للترجي 4. الاهلي سجل 23 هدف، الترجي 15. مباريات متتاليه لم يتعرض الاهلي خلالها للهزيمه، في خلال 10 مباريات 6 مباريات فوز و4 مباريات تعادل. احصائيات جيده بما انك كنت بتلعب فريق قوي جدا زي فريق الترجي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنونا.
سؤال الحلقة النهاردة كان إيه رسائلكم للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني قبل مباراة الإياب؟ فخلينا ناخد تفاعل جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا معانا، ونبتدي بآية دياب اللي قالت: كلنا ثقة فيكم يا رجالة، وزي ما تعودنا منكم التركيز وروح الفانيلا الحمراء وشخصية البطل دائما هي من تحكم، والصعود من نصيبنا إن شاء الله، كل التوفيق لأبطال القرن. خلينا كمان ناخد عمر عقيل واللي بيقول: مبروك يا أبطال، شرفتوا مصر كلها، كنتوا قد المسؤولية، حافظوا على تركيزكم، اجتهدوا في التمرين وسيبوا الباقي على ربنا، انتوا أحسن لعيبة في القارة وعن جدارة، ربنا معاكم يا أبطال. بس لسه بدري على كلمة مبروك دي يا عمر، مستنيين مباراة الإياب ومستنيين مباراة نهائية بإذن الله. خلينا كمان نروح لأحمد عوض شريف واللي قال: ربنا معاكم يا أبطال، والعشرة في الجزيرة هانت، شدوا حيلكم شوية، وكلنا ثقة فيكم وفي الجهاز الفني، ولازم الخطيب يحضر المباراة، وشه حلو على الفريق دايما. دي كانت بعض ردود الافعال وبعض الرسائل من جمهور النادي الاهلي للاعبي الفريق قبل مباراه الاياب. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.